السلام عليكم عملية تجميل فاشلة تشوه وجه فتاة بشكل غريب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشكل كبير لفتاة أجرت عملية تجميل لنفخ الشفاه تسببت في تشويه وجهها بشكل غريب حيث أصيبت الفتاة بتورم كما وضحت حالتها وهو الأمر الذي جعل البعض من الأطباء يحذر من المخاطر المحتملة لمثل هذه العمليات الجراحية وما رأيكم فيما فعلته هذه الفتاة في نفسها متابعينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته